معنا الأخ الكريم سي عبد الحكيم بن علال، النائب الأول لرئيس فريق وداد تيفلت. سي حكيم بن علال، أعطينا الارتسامات نتاعكم من خلال هذه المقابلة اللي كنحضروها معكم نحن تيفلت بريس. السلام عليكم. اولا بعدا تنقدموا الترحيب ديالنا للطاقم تيفلت بريس. بالنسبه للاستعداد ديال الفريق، حنا بديناش مستعدين كما السنه سميتو مبكرا، بدينا شويه معطلين، ولكن بحكم عده عوامل واسباب، دابا حنا راه غاديين في الدوره الثالثه ان شاء الله، ورحنا ربحنا ماتش وخسرنا واحد الماتش مع حسين سي سليمان. داك الماتش اللي خسرنا مع سميتو كان السبب ديالو تضرب لينا المنصوري، وكان في غيبوبه، والوليدات عندهم تجربه قليله وتخلعوا، وهذا هو السبب الخساره ديالنا. دخلنا الفريق في الدوره الثانيه، فريق مدينتي ديال قنيطره، ربحنا بواحد. اليوم ان شاء الله احنا مستعدين، لا المكتب لا اللاعبين لا الطاقم التقني بما فيه المدير التقني والسيد المدرب عبد الرحيم بودفل. احيطكم علما ان الاسم ديال وداد تيفلت غادي يرجع ان شاء الله. حنا بدينا تنكونوا، درنا غادي نديروا مدرسه ان شاء الله، وخدامين فيها باش نديروا واحد بيبينيار باش يبقى نطعموا الفريق الكبير. وبالنسبه لسميتو الملعب الجديد، راه الملعب الجديد ان شاء الله غادي يكون. الجامعه راه كانت جات صيفطت التوبوغراف ديالو، خدا عذر امبلو دو كوتي، وخداو العينه ديال التربه باش يديروا التحاليل. وتنشكر من هذا المنبر السي حكيم دومو اللي ساعدنا باش يجينا هذاك الملعب، هذاك العشب الاصطناعي. وتنشكر السي جمال السنوسي، وتنشكر المهندس ديال البلديه والسي الحسن الكوجاني، تو قدم لنا يد المساعده. وتنشكر السيد الرئيس على المساعده ديالتو، سميتو للجامعه ولا اي ورقه احتاجيناها لهذا الملف هذا، قدم لنا يد المساعده للملعب الجديد ان شاء الله. وراه يمكن غادي تكون فيه، يكون في ان سونتر وتكون في مدرسه ان شاء الله. بالنسبه للدعم ديالنا، الدعم ديالنا كله من البلديه تيفلت، وواحد شويه تيجينا من المجلس الاقليمي. سي حكيم، ممكن تحدثنا على النتائج اللي حققتها الفرقه بدايه هذا الموسم؟ كما اشرت من قبل، الفريق على الله في الدوره الثالثه، خسر المقابله الاولى مع سيدي سليمان بحكم ان الوليد كانت تقابلنا تقاس لنا في راسو، ودينا للسبيطار وهذاك الشيء، وليدات كانوا صغار. الدوره الثانيه ربحنا فريق مدينه قنيطره مافيل مدينتي، ودابا حنا في الدوره الثالثه ضد الحام الوردي مولاي بوسلام، ونتمناو من الله التوفيق. حنا خرجنا في الشوط الاول 0-0، ونتمناو من الله التوفيق مع باقي المقابله ان شاء الله.